السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومشاهدي قناة أمر تشانل، حياكم الله بالخير. خير يا رب. اليوم حابب اتكلم عن موضوع في غاية الأهمية للناس اللي حابة تسافر والناس اللي شغوفة جدا بالسفر. خليكم مركزين معايا شوية، الموضوع بجد لذيذ وبسيط مش مكلف. توجهت اليوم لسفارة دولة تايوان، موجودة في دبي في قلب المدينة. رحت شارع خالد بن الوليد وطلعت مبنى السفارة، كان الدور الأول تقريبا. رحت هناك بفرجكم حتى الصور كده، خدت بعض الصور داخل السفارة والأماكن من بره على البوابة يعني. طلعت المبنى ودخلت قلت لهم عايز اقدم على سفارة على فيزا زيارة لدولة تايوان. قال لي ما فيش اي مشكلة، الموضوع بسيط جدا، انت مقيم في دولة الامارات؟ قلت لهم نعم. شغال على راس عملك؟ قلت لهم طبعا اكيد. طيب ايه الاجراءات المطلوبة؟ اعطوني ورقة، ادي الورقة يا اخوان، حابب اتفرجها لكم. هاخدها وهعملها سكرين شوت واحطها معانا في الصفحة وفي www.goamogroup.com في الصفحة بتاعتنا الرسمية. هو قال لك منتهى البساطة كده، البداية كانت لذيذة جدا، بتعبي ابلكيشن على الاونلاين، وهضع لكم رابط السفارة، عفوا رابط الابلكيشن، تمام. بتعبي الابلكيشن اونلاين، تطبعه في طابعة بحيث تطبع الباركود الخاص بالمعاملة، ثم بعد ذلك بتحضر ان شاء الله تعالى صورتين شخصيتين، حديثة التصوير ما تكونش مر عليها أكتر من 6 شهور. ثم بعد ذلك بتجيب الأصل الباسبور وتصوره أيضا، تخليه جاهز معاك ويكون صلاحيته من قبل دخول الدولة تايوان لا يقل عن 6 شهور، تمام الصلاحية بتاعته. وده شيء طبيعي زي ما أي فيزا بتقدم عليها، لازم الصلاحية لا يقل عن 6 شهور من دخولك للدولة وخروجك منها بسلام، تمام. كمباني ليتر او خطاب الان او سي من الشركه، مذكور فيه مهنتك ومن امتى التحقت بالعمل والراتب اللي بتتقاضاه، تمام. بعد ذلك وترفق طبعا وتصور لهم صوره الاقامه بتاعتك في الامارات او في دول الخليج اينما كان، ولو في انفيتيشن ليتر، لو في انفيتيشن ليتر بترفقه، ومع الاي دي بتاع تايوان للشخص اللي هيعمل لك انفيتيشن ده طبعا لما الاجراءات ما تمناش. طيب الشيء الثالث او عفوا الرابع المهم اللي هو بيكون خاص بالهوتل ريزرفيشن، تمام. الهوتل ريزرفيشن بيكون معاك حجز فندق مؤكد، تمام. والبيرسونال بانك ستيتمنت او لصالح يكون مدته 6 شهور، تمام. بانك ستيتمنت مدته 6 شهور، تمام. هذه هي الاجراءات. في حاجه في غايه الاهميه، تكلفة الفيزا دي، قبل ما اخش في الشيء الثاني المهم، تكلفة الفيزا دي بتكلفك 185 درهم مدة العمل بتاعتها عشان يطلعوا لك الفيزا، يومين عمل، تمام. والارجنت كيس 24 ساعة بتكلفك 280 درهم اماراتي. طيب في حالة الرفض طبعا بتدي المبلغ غير مسترجع. في نقطة في غاية الأهمية يا شباب، جيت أسأل على المصريين اللي معهمش فيزا، قال لك المصريين اللي معهمش فيزا لازم يروح الاردن عمان يقدم من هناك، ولكن من خلالنا احنا كمكتب تمثيلي داخل دبي ما بنعمل اي معامله. ثم في برضه نقطه مهمه جدا جدا منبهين عليها بشده، ما في اي ايجنسي موجوده حتى في الامارات تقدر تقدم لك على الفيزا نيابه عنك، لازم تروح الحضور شخصي. هذه النقطه اللي كنت عايز اتكلم فيها، في نقطه في غايه الاهميه، حضورك يكون شخصي، تمثيلك يكون شخصي عن نفسك، ما فيش اي حد on behalf of you يمثلك امامه، تمام. فدي نقطه في غايه في غايه في غايه في غايه الاهميه، لان انا سالت على الموضوع ده وقال لك لا. حتى كان في احد المتعاملين في السفاره هناك وهو بيعمل يقدم المعامله بتاعته، كان في عنده شيء في البنك ستيتمنت، قالوا له ابعت البنك ستيتمنت تاني او روح اطبعه تاني وتعال، تمام. فدي النقط المهمه. طيب ما بيقبلوش يا جماعه ايميلات، ما بيقبلوش البوستل، ما بيقبلوش كورير سيرفيس، كل ده لو انت عايز تقدم الفيزا ابلكيشن ما بيقبلوش بالطرق دهيت نهائيا.
لازم التمثيل يكون مباشر ويكون حضورك شخصي زي ما خبرتك. تمام. في ايه تاني عايز انوه عليه؟ طيب ولازم بتذكر وانت على الطلب وانت بتقدمه على الاونلاين من خلال الرابط وحرفقه ويست اشيا ده اللي هو المكتب الخاص بالكوميرشال اوفيس اوف ذا ريبابليك اوف تشاينا تو دبي او تايوان، بما ان تايوان تعتبر مصغره عن دوله مستقله عن الصين ولكن تحت رعايه الصين. تمام. احنا كده انا خلصت البيانات او الحاجات الرئيسيه اللي عايز اتكلم فيها. النقطه المهمه اللي عايز اتكلم فيها يا شباب ايه هي؟ انت عايز تسافر دول الاتحاد الاوروبي او عايز تسافر امريكا او كندا او استراليا او الدول اللي فيزا صعبه او حتى بما فيه مثلا هنتكلم على اليابان، محتاج تعمل هيستوري ترافل، محتاج تعمل هيستوري ترافل في الباسبور بتاعك، محتاج تسافر كذا دوله تبين لهم ان انت بتسافر. كل ما بين 6 شهور لازم يكون عندك سفريتين او سفريه يعني عشان تقنعهم ان انت قادر. البنك ستيتمنت بتاعك ده يمثلك وحاجه في منتهى في منتهى في منتهى القوه. البنك ستيتمنت بتاعك لازم يكون فيه فلوس، لازم يكون فيه فلوس وفي مبالغ كبيره وثابته، مش بتشيلها وتبقى صفر وترجع تاني تحط فيها فلوس. ده اللي انا اتعلمته من خبرتي يا جماعه في الفتره الاخيره دي. فده كان موضوعي عن استخراج فيزا تايوان. و موضوع التاني اللي كان مهم اللي أنا حابب أربطه مع موضوع فيزا تايوان اللي هو لو أنت عايز تسافر حاول تعمل ترافل هيستوري كتير، عدم على أكتر من فيزا، احصل على أكتر من فيزا، سافر حتى لو 3-4 أيام من أجازتك. خد مثلا لو عندك كومبو أوف يومين مع يومين مثلا اللي هو البابليك هوليدي البي اتش، ضيف دي مع ده وحاول تجمعهم وتتعاون مع سوبرفايزر وإدارة العمل بتاعتك اللي أنت شغال معاهم بطريقة ان انت تقدر تكفل لك ان شاء الله مستقبل افضل ليك ولأسرتك، بحيث لو جيت حابب تسافر تبقى جاهز، يبقى عندك travel history في, 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 في الباسبورت بتاعك زي السي في، انت سافرت كذا وكذا وكذا. يجي يفتح، لان لسه سامع من كام يوم من صديق ليا ان هو راح الباسبورت بتاعه في مصر ابيض وراح يقدم على البرازيل لما قدم عليها ودخل يقديهم عايز يعمل بي وعنده باكين ستيتمنت وكل حاجه جاهزه وكله تمام، قال له ريجكتد، قال له انت ما سافرتش اي دوله تانية، انا ما بقدر اعطيك الفيزا. فشفت حتى البرازيل يا جماعه. ففكر بالذات يعني، وحظ ان شاء الله موفق للجميع. في ناس ربنا بيكرمها كده من اول مره بتقدم بيمشي امورهم. ولو في اي استفسار من فضلكم، مرحبا بذكر الله لا اله الا الله. لو في اي استفسار رسلوني وابعتوا على الكومنتس، وان شاء الله فالكم طيب. وشكرا شكرا جزيلا لكم، ولا تنسوا دعمنا والاشتراك في القناه وتفعيل جرس الاشعارات. حياكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا مشاهدي قناه امو تشانل.